بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم حبيت أصور لكم مناطق أثرية للفايكنج. الفايكنج شعوب بربرية، يعني كانوا أشداء وعايشين على السطو والنهب، ويعني قطاع الطرق وقرصنة. يعني هسه شفت صور هناك، رسم يعني مو حقيقة ما صورته، يعني رسم واحد يرسم شلون كانوا وينهبون الناس ويقتلونها ويطعنونها، ياخذونهم عبيد ياخذون النساء. وشفت جماجم ناس ميتة، طبرات السيوف بجماجمهم، وهذا البيت مالتهم. هذا البيت حقيقي، يعني مو واحد مسوي، لا هو بيتهم هذا. شوف شلون البناء مالته كان. هسه راح اصور اماكنهم الاثرية. شوف شلون خشب وكلش قوي. شوف شلون هذا سقف مالته، شلون هسه احنا عندنا القرميد، بس هو هذا من خشب هم مسوينه. يعني هذا كل هالقوة هاي وما لا يخرب الماء لا شيء. شوف شلون شلون هو المكان مالته منه. هسه راح ندخل جوا. شوف كله خشب، بيش ساق لي بيش مسوي ما ادري، كلش قوي. شوف الباب مالتهم، هاي هاي منها شلون القعدة، يصير مثل السرير مثل المصطبة. شوف هذا الكرسي مالتهم، يعني شلون واحد كان هنا الملك مالتهم يقعد. شوف هالكراسي جذع مال نخلة مال شجرة وحافري، وذاك همه الجوار هنا يقعدن العبيد ما ادري ويمه، وهاي هنا يسوون النار منقلتهم، هاي هم هنا يقعدون مثل القاعة هاي. شوف الارض ما ادري شلون مسوين هاي القاعده هنا، شلون كنا الباص الخشب الفالف القديمه من الداخل. الريحه من جوا شلون دخان، شي محروق خشب. ما يبين شيء هنا ابد، ظلمه. هسه فتحته هذا الضوء. شوف السقف شلون عمره من سنين ما اعرف. هذا البيت من الخارج، الريحه مالته مال دخان ما اعرف شنو، كلش حلوه. مو يحرقون جوا نار وشي. شوف الخشب شلون جارد وتعبان من المطر، من السنين تدق بيه السنين الطاحنة. الفايكنج اشوف الناس تروح هيك. انا اول مرة اجي هنا، راح هسه نرجع وراهم نروح ونشوف اذا اكو هناك اثار. اشوف صاحبي هسه. شوف هسه هاي فوق اكو اخشاب، يعني ما مأثر بيها، كانت كلش حلوة ذيجة ناعمة ما مأثر بيها الزمن. هذا البيت داير ما داير صورت.
هاي طايحة الخشبة. Where we go again? لازم اوقف الفيديو حتى ما يصير طويل، حتى نشوف مكان اخر نصوره، شلون طبيعة خلابة، شلون نهر جاري بين الغابات، ما اجمل الطبيعة. اجمل فصل هو هسه الحالي بالدنمارك، الاشجار صارت بدت خضرة توها، تفتحت الخضرة مالتها والازهار تفتحت بكل مكان. انتظروني شوفون هذا شلون، مثل ما نقول احنا بتلو او الاساس مال البيت شلون مسوينه ذاك الوقت ما اعرف، مثل حجار صب او فتشي. شوف هذا بيت كان هنا، هذا اني شلون نفس تصميم البيت اللي هسه كنت اصوره. هاي هنا المكان مال الخشب، هاي اللي توقف الدنك، وهاي من الحائط، وهاي من جوا، يعني نفس التصميم، بس البيت مو بس بيت واحد هنا، أنا بيوت بس طايحه على كثر السنين اللي مرت، طاحت وانهارت وبقت بس البتلو مالتها لان من حجر، لان هي البيوت مبنيه من خشب. هذا بيت وهذا بيت، وذيك اللي هناك جاي يشوفوها ما اعرف مبينه، لا اكل غاد بيوت مثل هذا مبنى. بس هذا من حجر وصب. هي المشكله شلون سووه بذاك الوقت، شلون قوالي ما اعرف. نفس التصميم ذيك تشوفون ذيك اغنام هناك بعيدة، جاي ذيك من الاغنام وجاي كله بيوت، بس ما جاي يبين، ما جاي يبين. مو هذا النيتش بعد له هناك، بس ما جاي يبين. راح اوقفها من التصوير ونروح لمكان ثاني. هذا المكان اللي تشوفونه بيه القصب هذا اليابس، هذا كان كله ماي مثل البحر، وهنا كانوا هم يبحرون يجون، كان كله عندهم يعني شغلات مثل قوارب، يختات، كعودة، هيك شغلات. وكان هنا الماي صاعد طاغ للعالي، بس الماي جف مع مرور الزمن، والمناخ تغير، والخوارط والجغرافية المياه يعني تغيرت، صارت جزر وراح ماي، وصارت يعني تغير معالم المدينة، تغيرت. كان هنا ماي وكان عالي، تبحر هنا كانت بواخر. خل شوف والله بعد هذا الفتحة، ليش اوقف الفيديو كل ساعة؟ شوف اكو شيء هنا نلقاه لو لا. شوف هذا الجسر كلش قوي ومتين قديم، هم من عهدهم. شوف هنا أنا هاي تاج اف ام، يعني ما ادري شنو، ما ادري يرمز لشنو، ما اعرف. شوف الحجر، شوف الصخور، كانوا اقوياء بس ظلام يعني. هاي هم اثار بيوت اثريه، نفس اللي البيت اللي هسه صورته، البيت نفس اللي هسه صورته، هاي اثار مالتها، جاي شوفوها بالارض. ما اعتقد اكو شيء اخر بيوت او شيء، كل اثرية مثل هاي، مثل هاي اللي بتشاينا قرية، هاي هنا مدينة، ونفس نفس الخارطة هي نفسها، وين ما تروح تلقى نفس هذا البناء. هاي الارض شلون ذاك مثل الساتر، ذاك درج حديث، هاي مثل الساتر دار ما داير، قرية بيوت متشابهة مثل اصعد فوق واشوف قرية. هاي دائرة، يسوون دائرة دائرة من وادي، يعني شو يبنون بداخلها البيوت، يعني شلون يحصنوها من الماي، من الفيضانات، الله اعلم. ليش هيك يسوون؟ بس والله حلوة، يعني هيك يسوون حوطة دائر ما داير، دائرة عدلة عدلة، لا عوجة ولا بيضوية ولا شيء، دائرة محيطة محيطة دائرة، ويبنون القرية بداخلها.
شوف هذا الحجر مال البيوت. ولازم تصعد لها على الدرج، بس انا ما راح اصعد على الدرج، راح اخالف الكل اصعد منه لو ناس حلوه. اي نجحت القضيه، ما يحتاج لها درج. هاي الارض اللي بيها الاغنام كلها، هاي مو دائره يعني، هيك جاي على شكل حدوه فرس البيت. تجي الناس من الصين، من امريكا، من استراليا، من جميع قارات اوروبا، من كل بلدان العالم تجي تزور هذا المكان. وهنا انهي حلقة اليوم. في امان الله. بس حبيت ابين هذا الشيء. هذا تشوفون هسه هذا تشوفون الروف ايش قد وشلون شلون مسوي منحدر ما يبين بالتليفون ايش قد المنحدر مالته، حتى مخلينا دروجه يعني هذا درج هذا درج. ليش كل هذا انبنى شارد بيه، وهذا الطعنه بالرمح ظهره. شفت الجثث مالته كلها مطعنه بالروس مطبره. حبيناتهم الى ابعد حد يعني، كلش كلش مجرمين، ظلمه.